السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المتابعين الكرام، يا رب تكونوا بخير وكل عام وانتم طيبين في أواخر شهر رمضان، والعيد خلاص قرب، يا ربنا يعود عليكم بالخير يا رب. أنا النهاردة عاملة لكم بقى المحشي، طعمه تحفه، هيعجبكم جدا لو جربتوه بطريقتي. زي ما انتم شايفين اهو، كل رزاية برزتها، مش معجن يعني. وهنبدأ مع بعض في المقادير بتاعته وطريقته. هجيب معلقه كبيره سمنه ومعلقه كبيره زيت، احطهم على النار وافضي فيهم بصلتين كبار ومعاهم 4 فصوص ثوم مطحونين يعني معمولين في الخلاط، واحطهم يتحمروا على النار. واول ما الاقي البصل اخذ اللون ده، اصفر كده او بدأ يحمر، هكون مجهزة 5 طماطم مطحونين برضو مضروبين في الخلاط، وهقوم ضيفهم على البصل، وبضيف عليها حوالي 3 كوبايات مية من الكوبايات العادية اللي بنشرب فيها الشاي السادة او الشاي الحليب دي، وبقلبها. وبعد كده بضيف عليها بقى التوابل، عبارة عن شطة بابريكا وشطة عادية وكركم وكزبرة وفلفل اسود ورشة جنزبيل ووحدتين مرقة دجاج ماجي ومعلقتين ملح. هكتبهم لكم بقى في الوصف عشان انا منساش حاجة وانا بتكلم دلوقتي، بأكد ان انا بقوم كاتباهم في الوصف زيادة التأكيد يعني. وهقلبهم واقوم ضايفة لهم حوالي 50 ملي جرام من الصلصة، اللي هي صلصة الطماطم اللي هي الجاهزة او اللي بنكون عاملينها وشايلينها في البيت، حوالي 50 ملي بالمقدار بتاع الكوباية دي. وبقوم مقلبة كل المقادير مع بعض بس عشان اتأكد بس ان الماجي داب وكده، وبهدي النار عليهم شوية يعني، ما تبقاش عالية قوي عشان ما تتلسعش مني، وبس لحد ما تعمل الفقاقيع واحس ان انها استوت خالص. بقوم ضيفة لها كيلو رز مغسول طبعا، وهقلبهم مع بعض، واكون بقى هطفي النار يعني عليهم. انا بديله تقليبة بس مع الصلصة قبل ما اقفل على النار. وبشيل بقى التقلية اللي انا عملتها بعد ما حطيت فيها الرز وكل حاجة من على النار، وبقوم ضيف لها حوالي حزمة شبت وحزمتين بقدونس وحزمة كزبرة مقطعين طبعا، واقلبهم بقى مع بعض. وخلاص كده الخلطة جاهزة، خلطة المحشي جاهزة للحشو. طبعا بتتقلب كويس عشان نتأكد ان الخضار كله بقى مع الرز يعني، مفيش مكان مفيهوش الخضرة. وفي نفس الوقت ده انا مجهزة من كل حاجة حوالي ربع كوسة، ربع بتنجان اسود، ربع بتنجان ابيض، وفلفل
ربع فلفل رومي. انا بعمل طبعا كميات بسيطة، وما بحبش اعمل كميات كبيرة عشان تخلص. بس وببدأ بقى الحشو معاكو بالطريقة دي. ان شاء الله المرة الجاية، يعني انا المرة دي جبت الخضار كله متقور جاهز، يعني شايلين اللي جواه. المرة الجاية ان شاء الله هبقى اعمله لكم بقى. انا هقور كام واحدة قدامكم واوريكم الطريقة السهلة في تقوير الخضار قبل ما يتحشي. بس احنا في رمضان زي ما انتم عارفين مستعجلين وكده، كان الوقت خلاص، يعني المغرب كان فاضل عليه بتاع 5 دقايق او 10 دقايق بالظبط، وانا بعمل بقى كل حاجة وانا مستعجلة وكده. فحتى هتشوفوا لما طلعت المحشي من على النار اتلسعت كام مرة، وانا عايزة اوريكم ان هو من جوه مش معجن ولا حاجة. الرز يعني بضيف بقى الشوربة. الشوربة ضفت لها جزء من التقلية الحمراء اللي انا عملتها، ضفت عليها حوالي 3 معالق من التقلية عشان خاطر لما اجي احطها فوق المحشي، المحشي يطلع احمر كده من جوه وشكله حلو وطعمه كمان حلو. حطيته على النار وولعت عليه طبعا، واول ما بيبدأ يغلي هقوم مغطياه. بكون هديت النار شوية كتير قوي عليه. هو هنا كان خلاص قرب يبدأ يستوي لما شلت الوطا. بنلاقي المية بدأت تتشرب، الشوربة يعني. فأول ما عرفت ان هو استوى، يعني شفت حتة رز كده بالمعلقة ضغطت عليها بإيدي لقيتها استوت. طبعا كل ده والأذان الدان خلاص. وهو بقى المحشي اهو، طبعا شكله زي ما انتوا عارفين، يعني شكله كده بيغني عن الكلام، طعمه جميل قوي قوي. وطبعا الشطة مدياله شطشطة حلوة كده، هي الشطة بصراحة بتحلي الأكل كله. برضو هدوق واحدة وهفتحها لكم طبعا، بس كان سخن جدا. ما كنتش عارفة امسكه، كل شوية امسك البتنجانية واقوم رميها تاني سايباها تاني. الرز كده من جوه لونه احمر، وكل رزة برزتها، يعني مش ملزق في بعضه ولا معجن ولا حاجة. فدي احلى حاجة بتعجبني في المحشي، عشان مبحبش المحشي متعجن. هو هنا عشان المحشي سخن جدا كل شوية اقوم ماسكاها ورمياها. انا عايزة اقربها من الكاميرا عشان تشوفوا الرز، بس مش عارفة خالص. المهم ان هو هيعجبكم لما تجربوه. وياريت بقى ما تنسونيش من الاشتراك واللايك والشير، ورمضان كريم وعيد سعيد عليكم، ويا رب يجعل ايامنا اللي جاية كلها جميلة وحلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.